أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله. ألا مكونة من كلمتين اثنين، أن ولا، ولما بيجي الحرف النين واللام بينعم لهم حاجة واحدة، النين تتقلب لام وندغمهم في بعض، يبقى ايه؟ يبقى ألا معناها ايه؟ أن لا. طيب، وزين لهم الشيطان ايه؟ أعمالهم. ليه؟ لألا يسجدوا. عندنا لما يجي حاجة فيها حرف جر، إن كان الأمر معروف نحذف حرف الجر. عجبت أن يقدم فلان علينا، عجبت من أن يقدم فلان علينا، فما دام المعنى يتضح يحذف الجر، يبقى فهم لا يهتدون. زين لهم الشيطان وأعملهم عشان إيه؟ لأن لا يسجدوا لله، فحذفنا حرف الجر خلاص، وادغمنا النون في اللام فبقت لام ايه؟ مشدده. في بقى قراءه ثانيه الا يسجدوا، يعني ما كانش صح يسجدوا. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. اشمعنى الخبأ في السماوات والارض؟ قالك لان مقومات الحياه كما قلنا النبات الاساس. النبات يجي منين؟ من مطر، مية تجيب مية، وأرض فيها مادة في خصوبة، يوم يطلع المطر، يبقى الحاجة اللي بيها طعام حياتكم. طب وإيه اللي عرفوا بقى إنهم يعني هو اللمحة اللي راح إليك شافهم يسجدوا للشمس إيه إزاي بقى؟ أما قال لك إيه هو بقى لما طاف كده لقى قوة في المكان اللي بتقعد فيه بالقيس. القوة ده هي ساعة ما تطلع الشمس تيجي فيها. احنا نشوف عاملين معبد في الصعيد وعاملين فيه طيقان، كل يوم تطلع الشمس من طاقة ما تطلعش من التانية. فالطاقة دي معمولة بشكل ساعة الشمس ما تطلع تضرب في البتاعة دي تقوم تتنبه لها، تقوم هي تستقبلها وايه وتسكت. ولذلك لما هيجي بقى انه يروح يلقي الكتاب عمل ايه؟ راح عند الطاقة وسدها بجناحها. فلما سدها بجناحه هي قاعدة تنتظر لها معاد كده، الدنيا عينيته لسه الشمس ما طلعتش ولا ايه؟ قامت راحت على الطاقة، قام هو سايب الطاقة، فراح رام الايه؟ راح رام الكتاب فيه. يبقى التجربة الأولانية نفعته في التجربة الايه؟ التجربة الثانية. ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. ذيك ولها عرش عظيم، انما اذا اطلق بقى ده هذا العرش اللي هو العرش. قال سننظر. النظر محل العين. وهل الصدق والكذب يبان بالعين؟ قال لك لا، ده انتقلت كلمة النظر دي من العين إلى كلمة العلم بالحجة. ولذلك يقول لك نظر. المسألة دي فيها إيه؟ فيها نظر، يعني ما تمرش كده، عايزين نقعد بقى كده. قال سننظر. أصدقت؟ المقابل لصدقت كذبت. كان يقول لي أصدقت أم كذبت. شوف برضو لطف السيد بالرعية، ما قالوش أصدقت وكذبت، لا، أم كنت من الكاذبين. يعني إن كنت تكذب برضو ما انتش فز في الحكاية دي، الناس كتير بتكذب، ولا أنت من الكاذبين ميلا لهم أو قريبهم. ما جابهوش بإيه في الصدق، مما يدل على أن إلهاماته كنبي
عارف انه هو صادق. انما اصل ما دام هننظر يعني انا مش هجامل جندي من جنودي، انا هنشوفها بقى. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين، اذهب بكتابي هذا. الله، يبقى اذا سليمان فكر وقال نكتب لها كتاب ونبعته مع الهدهد. بقى هو في الحوار كده سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين كده على طول. ام قال لك طب النظر هو ايه؟ نتبين بقى ونبعته المشوار، نقول طب وضلنا الكتاب ده ننظر نشوف هيعملوا ايه. عشان ايه؟ اذهب بكتاب هذا. هو الكتاب كان جاهز. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين. فكتب كتابا فيه ما ياتي دي كذا وكذا، وبعدين قال له ايه؟ اذهب بكتاب هذا. ولكن القران مبني على الايجاز، الشيء اللي ينعرف ما يتكلمش فيه، بدليل انه هيقول ايه؟ اذهب بكتابي هذا. يبقى في فتره كتب سليمان الايه؟ الكتاب ويختمه مش عارف ايه، فالقه الي ثم تولى عنهم فانظر ماذا. تولى عنهم يعني ايه؟ ابعد عنهم شويه واستنى كده شوف هيعمل ماذا. يرجعون يتراجعوا مع بعض، افلا يرون الا يرجعوا اليهم ايه؟ قوله، مش كده؟ يبقى المراجعه يعني ايه؟ ساعه ما يروح الكتاب هيتكلموا يقولوا ايه؟ هي هتقول ايه؟ هم هيقولوا ايه؟ وبعد كده خلوهم ما يشوفوكش وتعملوا. طب هو لسه بيكلمه، يبقى معناها انه ايه؟ فاخذ الهدهد الكتاب وطار الى سبأ وراى على بلقيس وادالها الكتاب، فلما قراته قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. ما جابش الكلام ده كله، لكن المعنى انه ما دام اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم، يبقى مما يدل على ان اوامر سليمان اوامر محطوطه بالتنفيذ العادل. ولذلك لحم الجواب بتاع قالت به، ما قالش بقى فذهب الهدهد ومش عارف وانتقل الامر وراح وعمله. بمجرد ما قال له اذهب بكتابي هذا فالقي اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون، كان المساله خدت ايه؟ سرعه، لذلك انه جاب الكلام بتاعها ايه؟ قالت يا ايها الملأ، والملأ هم اعيان القوم واشرفهم والمستشارين، اني القي الي كتاب كريم. ايه كتاب كريم؟ ايش عارفه؟ كنت تسمع عن سليمان؟ ولا كتاب كريم لانه مكتوب بايه؟ على ورق بقى راقي وبخط جميل قوي ومنبور بختم كده مش عارف ايه، يعني دليل على انها المساله ايه؟ قالت ده كتاب مهم من ده. وبعد ذلك قالت انه، اي الكتاب، من سليمان. اكن ديا شرح لكلمه القي الي كتاب ايه؟ انه من سليمان. يبقى لازم عارف حكايه سليمان، وعارف ان جه نبي، وعارف ان كذا، وعارف كذا. انه من سليمان، وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. شوف الإيجاز قد إيه. إنه من سليمان، ده جاي منين؟ ونص الكتاب إيه؟ وإن الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم إنه ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلمة كلام إيجاز برقية، مش بقى عريضة، لا هي كده. ألا تعلوا علي، تعلوا يعني تترسوا تعملوا لكم ملوك وتزهم إنها لها عرش عظيم وإنها أوتيت من كل شيء، وبعد ذلك لما يجي حد عشان يخبرها مش عارف إيه، مش عايزين الأنطظة دي. كلمة موجزة كده، أنت عارف ساعة ما يقول لك هي كلمة يعني مش هنلوك كتير، ومرة ثانية يقول لك هي كلمة ورد غطاها، يعني ما فيش الله. تبقى معناها ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. خلاص قالت يا أيها الملأ. بقى الأول جابت الملأ، ولما جابت الملأ قالت لهم إن جاي الكتاب من سليمان ونصه هذا. وبعدين نتفاهم إحنا بقى في الكتاب هنعمل إيه؟ يا أيها الملأ أفتوني. إحنا قلنا أفتوني من أفتى، زي أغناه وغني، غني بذاته وأغناه غيره. أفتوني يعني ادوني قوة
في الحكم اللي تصدره. أفتوني في أمري. وأمرها ولا أمر الكل؟ ده بيقول ألا تعلوا علي وأتوني، ويبقى أمرها هي ولا أمر الدولة كلها؟ أم قال لك لأن قبل ما يخدش الدولة دي تبعية لا يخدشناني. وأتوني، هل أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا، يعني لا أبط في أمر حتى تشهدون، يعني تحضرون عندي. دي برضو إدت إنها رغم إن لها سيطرة ورغم إن لها هيمنة ورغم إن لها كذا وكذا، برضو عملت إيه؟ مشورة للملأ تسمع منه. فالملأ لما سمعوا منها هذا الكلام قالوا لها إيه؟ قالوا الرد بتاعهم بقى، نحن أولو قوة، يعني أصحاب قوة، يعني أجسامنا قوية وعندنا شجاعة وعندنا بأس وعندنا عدد كبير جيوش كتير وعندنا عدد وآلات، دي مظهر قوة. يعني إن كنت عايزة تدخلي معها في حرب إحنا جاهزين، نحن إيه؟ أولو قوة وبأس شديد. الله، وعندنا العدد وعندنا كلموا بقى طويل، القرآن بيعمل برقيات. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والبأس ده يجي من كثرة العدد والبأس يجي من كثرة الايه؟ العدد. يبقى دي قوة حرب. ولا والأمر إليك، احنا ما بنقولش إننا عندنا حرب يعني نروح حاربين، لا، احنا بنقول لك على إن عندنا كذا، وده مش رأينا بقى، لأن دي رأي سياسي مش رأي حربي. الحربي يستقبل الرأي من الرئيس اللي درسها سياسيا، يبقى الرأي السياسي هو اللي يوجه مين؟ يوجه الرأي الحربي، مش الرأي الحربي يبقى ما عملناش دعوة بالحكاية دي. المسألة عندك انت ما تجيبلهاش، عندنا احنا جاهزين، عندنا قوتنا، ولكن ان اردت الحرب اهي القوة اهي. والامر اليك ان اردت السلم، والامر اليك يعني قولي. فانظري ماذا تأمرين. قالت، هتقول رأيها بقى، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. ليه؟ لأن اللي جاي عايز ياخد ملك، عايز ياخد المالكين وينهب كل اللي عندهم. ليه؟ ام قال لك لانه ساعه ما يوصل هناك مش ضامن انه ينتصر، يوم يخرب الاول ولا يحافظ لما يعرف ان الامور ايه استقرت. ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله. ده صحيح. ولذلك اي حكم يجي بعد حكم يشوف اللي كانوا الساده الاولين، لانهم هم دول اللي يبقوا منغصين، يبقى عندهم لدد، يبقى عندهم خصومه، هم دول اللي إيه؟ وجعلوا أعزة أهلها أذلة. طيب، وكذلك يفعلون. الله، هي قالت رأيها، لكن قالوا أن الله أيدها في هذا. وصحيح هم كده، وكذلك إيه؟ بعضهم قال ده من كلام مين؟ من كلام بلقيس. وكذلك يفعلون، كذلك إيه؟ طب ما هي قالت إنهم دخلوا قرارات الأسلام، ما تجيش كف التشبيه ولا أي حاجة. فكأن الحق قال وكذلك، يعني هي صادقة في هذا، مما يدل على أن الحق سبحانه وتعالى رب الخلق أجمعين إذا سمع من عبد من عبيده كلمة حق يأيده فيه. مش معنى تعصب ضده يعني كده، لا، كلمة حق إيه؟ يأيده فيه. وكذلك يفعلون. ما دام قالوا لها الأمر إليك وهي قالت رأيها، يبقى الحل إيه؟ ابتدأ بقى عقلها وفطنتها اشتغل. قالت إن كان ملك هيسمع في خيرنا، وإن كان نبي مش هيقبه بهذا الخير، فأنا هبعت له هدية، بس الهدية دي بقى تناسب بلقيس ولا تناسبه؟ الاثنين زي بعض، تناسبه لانه مالك بقى ومش عارف ايه وبتاع، لازم هديه بقى يعني تلويه او تلويحه زي ما بيقولوا.
تبقى هدية بقى يعني هدية. وعلشان تثبت لهم انها على ايه جانب كبير من الثراء ومن الغنى ومش عارف ايه، قالت له هنبعت الهدية، فان كان من اهل الملك والدنيا هيقبل الهدية، نبقى نعرف ان هو بقى ايه عايز له شوية خراج وشوية مش عارف ايه والكلام ده، وان كان يرده يبقى مش من سكته الكلام ده بقى. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، اشوفهم هيقابلهم ازاي ويقول لهم ايه والمسألة تنتهي ليه. يبقى ده رأي جميل ولا مش رأي جميل؟ يبقى كلهم يقولوا والامر اليك، يبقى دليل على ان كانت فيها خصافة وفيها ايه وفيها ذكاء. واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون اي بالهدية. فلما جاء سليمان الرسول بقى اللي رايح بالهدية قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. اتحسنت، انتوا هتمدوني بمال ده انا عندي ملك لا ينبغي لأحد من بعد. وبعد ذلك يدي حتة تانية يقول ايه بل أنتم بهديتكم تفرحون. هديتكم هدية مضافة له، الهدية بتاعتكم، الهدية إما أن تكون لي وإما أن تكون الإضافة دايما يا بمعنى اللام قلم زيد، يبقى الإضافة هنا بمعنى إيه اللام قلم لزيد، أردب قمح أردب من، يبقى الإضافة تأتي بإيه يا بمعنى اللام أو من، وتأتي بمعنى فيه مكر الليل يعني مكر في الليل. الله، طب الهدية هديتكم هدية لكم ولا هدية منكم؟ عايز نختم على الاثنين، إن أريناها على أنها هدية منكم لي أنتوا تفرحوا بأنكم قدمتوا لي هدية حلوة كده وعايزين تلوحوني به، ولا هدية لكم ده أنتوا لما يجي لكم الهدية تفرحوا. ما شاء الله يا مولانا، وأنا رددته هترجع لكم أنتوا هتفرحوا اللي رجعت كمان. يا طب شوف ثلاث معاك ان شاء الله. نعم. فلما جاء سليمان اي رسول بالهدية قال سليمان اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم، بل يضرب على الكلام الاولاني بل انتم بهديتكم تفرحون، بهدية منكم ليه تفرحوا انكم قدمتوا لي يعني هدية يعني، او لكم ان اتقدمت لكم انتوا هدية تفرحوا، اولا لما رد الهدية لكم هتفرحوا اللي رجع تقولوا بركة يا جامع. نعم. ارجع اليهم، مش هو قالت فناظرة بما يرجعوا الوصول، ده هي قالت كده اكيد يعني عارف النص الكلمة يعني، هي مش نظرتم بما يرجع، ارجع يا سيدي، كأنه برضه عنده ايه اشراقيات النبوة، ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. مسألة بقى تدخل فيها، احنا كلامنا نبوة مش ملك، ولنخرجنهم منها أزلة، مش هي قالت كده؟ وبيكشف عليهم، مش قالت إيه إن الملوك إذا دخلوا قناة الإيه وجعلوا أعزة أهلها أزلة، إلك الناس أرجع من فناظرتم بما يرجع المرسلون وأزلة وأعزة هم أين كده؟ كأنه عنده إشراقات إيه؟ إشراقات نبوة ما شاء الله. نعم. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، كل واحد يقول لك لا قبل لي بهذا الشيء، قبل يعني مقابل، لا أستطيع مقابلة هذا الأمر، لا أستطيع مقابلة هذا الإيه، يعني أنا أضعف من أن أقابل هذا الأمر. ولنخرجنهم منها أذلة، وهيسلب بقى ملك وبتاع
وبعدين يزودها. طب ذليل وهم ايه؟ وهم صاغرون. لنخرجنهم من الملك اذله، لانه كانوا ملوك وبقوش ملوك. ما يمكن يعيشوا رعيه يا سيدي، يقبلوا انهم يعيشوا رعيه بيبقوا الصاغرين. أم قال لك لو صاغرون يبقى بالاسر والقتل. قال يا ايها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟ الملأ يوم الجماعة اللي قاعدين وياه، أيكم يأتيني بعرشها؟ شوف بقى كمان، شوف بقى برضو إشراقات النبوة. أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ كأنه بقى عنده إشراقات إنهم بقى ساعة ما رجعت الهدية وعرفت إنه مش عارف، قالت لا ده إحنا نروح له بقى. الله ما دام قال قبل ان ياتوني مسلمين يبقى عارف انهم ايه؟ انهم جايين. قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ ياتوني مسلمين يبقى هو عارف انهم جايين، يبقى عارف اللي يقوم بقى يجيب العرش لسه هيقوم من هنا ويروح لسبأ ويحل العرش ويجي ونركب العرش وهم جايين في الستة. طب ازاي المدة دي تتحمل؟ فلم يتكلم انسي عادي، مش في طاعته ما يعملش، لانه انا عايز يجيبوا العرش قبل ان ايه؟ يأتوني المسلمين. يبقى معنى العرش هيجي سليم وينفك من هناك وهم جايين وانت لسه هتروح وتحل العرش وتجيبه وتركبه قبل ما يجوا. يبقى ده عايز ايه بقى؟ عايز زمن واسع. فلم يتكلم الانس العادي، مش شغلته، سكت. ولم يتكلم الجن العادي، بل قال عفريت من الجن. ما هو الجن برضه زينا فيهم لبقه وفيهم عفريت. فالانس الانسان العادي ما اتكلمش، والجن العادي ما اتكلمش، لان المساله عايزه بقى عايزه معلم كبير. قال عفريت من الجن. وعفريت دي فيها تعفير التراب. كان زمان لما يعملوا سبقه عدو وجري او لخيل او اي حاجه، يقوموا يطلعوا في المضمار، يقوم اللي يمشي الاول بخطوتين يثير الغبار والعسير على اللي وراه فيلخمه يعطله، يقوم هما ايه؟ فيقال عفريت اي عفر من وراءه. عفر ايه من وراءه؟ او ان هو لما يجي واحد يعرضه كده يروح جايب تراب ولا عفره بالتراب. يبقى جن خبيث وماكر. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل أن تقوم من مقامك. قبل أن تقوم من مقامك دي كلمة مجملة. مقامه قد إيه؟ نشوف هو كان بيقعد وياهم للحكم قد إيه وللعلم ولمدارسة الأمور، ساعة ساعتين. إذا اللي يحددها إيه؟ مدة الإقامة اللي كان بيقيمها وياهم على شرعه. وقبل أن تقوم من مقامك يعني مش هنأجلها الجلسة تانية، مش هنأجلها دلوقتي. قال له انت هتفارق قبل ان تقوم من مقامك؟ شاف حد يتكلم تاني؟ ما قالناش حد يتكلم تاني الا بالوصف. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه. طب بالله انا هتكلم الكلمة، انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. شوف انت جرب كده على ما انا اقول الكلمه دي تكون طرفك اتردت كم مره؟ مرتين ثلاثه. من مره قبل ما تفوت. الله. يبقى العفريت من الجن خد مده. قال له قبل ان تقوم من مقامك، ان كان ساعه ان كان ساعتين ماشي، انما قبل ان يرتد اليك طرفك مساله دي. على ما يتكلم الكلمه يكون الطرف اتردت.
ولذلك ما قالش فذهب فجاب، قال فلما رآه مستقرا عنده. الله ايش هذا على طول كده؟ ايه ما كده لازم السرعة كده، لازم الايه السرعة. قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك ايه طرفه. طب ارتد كم مرة؟ فلما رآه مستقرا، ما خدتش فلما رآه ايه مستقرا عنده. طب بقى العلماء بقى قالوا من الذي عنده علم من الكتاب؟ اولا ما هو الكتاب؟ قالوا اللوح المحفوظ يعلم الله فيه بعض خلقه اسرار، اسرار الايه اسرار اسرار الكون. انت عايز حاجه تيجي عايزها يا الله. اذا كان العفريت وهو مكلف يستطيع انه يجيبه قبل ان تقوم من مقامك والهيصه دي، اللي عنده علم من الكتاب يبقى اكثر من ايه، مش عايز زمن، مش عايز ايه، بدليل انه قال ايه قبل ان يرتد اليك طرفه، والطرف يرتد بس عند كلمه ايه ان اتيك به. فلما رآه مستقرا عنده. الناس سنين قالوا لا ده أصف ابن ورقية، ده رجل صالح كان ربنا بيديله أسرار مش عارف الايه. جماعة قال لك لا ده هو نفسه مين؟ سليمان. كأن العفريت لما قال له أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال له أنا آتيك به قبل أن يرتد عليك الله، يبقى سليمان. ليه؟ ازاي يعني؟ قام قال لك لانه لو كان واحد تاني يبقى التاني له تفوق في معرفة الكتاب قبل سليمان. قام رد عليه قال له طب ما يدي عظمة لسليمان ان هو فوق اللي يعرف الحكاية دي، والمزايا لا تقتضي الافضلية، وانه اللي يبقى بالشكل ده في خدمة مين؟ في خدمة سليمان. هو لما يكون واحد عظيم قوي قوي يوم يعرف كل حاجة بقى، يعني نقول للملك تعالى بقى صلح لنا دورة المية؟ لا، من عظمته انه يسخر الايه حب عنه. انما برضو احنا نميل الى انه مين؟ الى انه سليمان. حينما تكلمنا في سورة الاسراء عن اسرائه صلى الله عليه وسلم ومعراجه، قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل انا سريت من مكة الى بيت المقدس، كان الحدث يبقى بالنسبه لقوته سريته، ما قالش كده. ربنا قال ايه؟ اسرى. من الذي اسرى؟ الله. وما دامت الزمن يتناسب مع القوه تناسبا عكسيا فلا تنسب الحدث الى قوه رسول الله، لانه ما قالش سريت، انما ربنا اللي قال ايه؟ اسرى بعبده. وما دام اسرى بعبده انسب الزمن الى قوه القوى وهو الله سبحانه. يبقى لا يحتاج لزمن، ما يحتاج لزمن. تقول له امال قعد ليله ليه؟ قال لك لان الليله اللي قعد دي لان في احداث هو عملها، راى وقال واتكلم وشاف ده وعمل ده، ويبقى الزمن اللي عمله هو، انما الاسراء نفسه لا زمن. نفس ليه؟ ما في زمن. ولذلك ربنا قبل ما يقول القضية العجيبة دي قال سبحان الذي نزه عن قوانينك، نزل ايه عن قوانينك. نعم، فهنا كذلك ما يحتاجش لزمن. يبقى ما لم يحتاجش لزمن اللي عنده علم الكتاب ده يبقى بيكون يعني على طول، يبقى مش عايز لا قوة. وما دام ربنا مديله السر ده يبقى امين ولا مش امين؟ يبقى ايه؟ امين. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. يعني الجن دي تحدي لمين؟ تحدي للجن. والتحدي بقى يعني ما تفرقش يا جن إنك أنت واخد قوانين كده، لا برضو إنسان العادي يستطيع أن يهبه الله قوة يسخرك بها. ولذلك يعملون له إيه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، وعلشان بقى يعرفوا انهم مش يعني جهلاء قعدوا يشتغلوا وهو ميت ومتكي على العصايه كده وهم مرعببين وعمالين يسووا. بعدين لما جت دبت الارض لخلخت العصايه قام وقع، فلما وقع الله قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك تحداه، قبل ان يرتد اليك طرفك. والتحدي ده بقى امرار يبقى تحدي
بالعلو وراني بتحدي بالدنو. يعني مثلا واحد يجي الواحد قال له ايه، قال له اخي انا دارس باريس دي دراسة بقى مش احسن منها، بحيث ان انا اركب واك وانا مغمض عيني اقول لك احنا في الحتة الفلانية الان، احنا امام محل الفلاني، احنا امام مش عارف ايه، انا وانا مغمض. قال له يا انا اقول لك احنا فين من غير مغمض. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، الطرف اللي هو الجفن الاعلى ده. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يبقى ما يقولش لا من فضل ربي، ان الحاجتين اتنين، يا ربنا مسخر له واحد بتاع الكتاب يقول له يا هو نفسه اللي يقوله، سواء كان دي ولا دي يبقى فضل ربنا عليه، ان كان فضل مديها لي يعني او فضل مديها لواحد وهو مخليه تبعي. هذا من فضل ربي ليبلوني. البلاء الاختبار، ابتلاء الاختبار، البلاء الابتلاء الاختبار ده مش مضمون لذاته، مضمون للنتيجة. هنختبره فالنجاح يبقى كويس له وان سقط يبقى وحش، ليبلوني. ولذلك هيردد اتنين، أشكر أم أكفر. أشكر احنا قلناها هناك علشان ايه، يبقى ذكر المنعم ولم يلهيه جمال النعمة عن جلال الواهب. أشكر أم أكفر، يعني أقول أن أوتيت على علم؟ لا. وبعدين قال فإنما يشكر ومن شكر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. ربنا مش عايز شكرك، شكرك لا يزيد في صفات الله صفة كمال، إنما الشكر ده لمصلحتك. ومن كفر يعني ما شكرش، شف إن ربي غني، يعني برضه هيدينه، غني عن الشكر وكريم يعطي. الله. ولذلك في 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 مجالات النعمه من المنعم الاعلى للمخلوق، حق سبحانه وتعالى يتحدث عنها في ايتين، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، وفي سوره ثانيه برضه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. الناس يفتكروا ان هي تكرار، لا، شوف شوف عجز الايه دي ايه وعجز الايه دي ايه. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إيه؟ ان الانسان لظلوم كفار. والثانيه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إيه؟ ان الله غفور رحيم. يبقى عجز الايه العبره جاله، الاثنين اتفقوا وان تعدوا وان للشك، وده ده واضح. هل في واحد مع انهم بيعملوا احصاءات لكل حاجه، هل في حد كده معهد ولا جامعه ولا اي حد عمل احصاء لنعم الله في الكون؟ عدم الاقبال عليها دليل على انه مقطوع بالعجز عنها. حد عد الرمل؟ ليه؟ لانه مقطوع بانه ما يقدرش، ما حدش يعد. ولذلك ما قالش اذا عددتم ان للشك، فلا يقبل احد على عد شيء الا اذا كان في الامكان حصل. ومن العجيب ان ان تعدوا يدل على ان حاجات كتير قوي لا تحصوها، ما قالش وان تعدوا نعم الله لا تحصوها. وان تعدوا نعمه الله الواحده، النعمه الواحده لما تعطي تدعبس فيها كده تلاقي فيها ايه، لا تحصي ما فيها من النعم. مش وإن تعدوا نعم الله، لا، النعمة الواحدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طب وليه بقى اختلف العجز يا مولانا؟ مرة يقول إن الإنسان لا إيه؟ ظلوم كفار، ومرة يقول دي جاية عشان تبين إن الإنسان ربنا ينعم له وهو يظلم ويكفر ويكحد النعمة، ومع ذلك ظلم وكفر للنعمة ربنا برضه يديم عليه النعمه لانه غفور رحيم سبحانه وتعالى. ومن شكر فانما يشكر نفسه، ومن كفر فان ربي غني كريم. طب ايه ما هو ربهم برضه فين؟ قال لا، اصل هو عنده نعم كتير قوي، فجاب المساله بالنسبه له لعني نعم وما فيه.
قال يبقى راح بقى عند، فلما رآه مستقرا العرش موجود اهو خلاص انصبوه بقى وضبوه كده وخطوه. وبعدين هي جاي عايز يعمل لها اختبار عقلي واختبار ايماني. قال نكروا لها عرشها. نكروا ضد عرفوا. العرش بتاعها جاي على هيئة كم زي منصوب في سبق جهن، فلو انها جاءت ورأته هو تبقى مش عايزة فعلا تقول ايه وهو دي ذكاءها ما يبانش في الجواب. نكروا لا يعني غيروا بعض المعالم كده زي ما يقول فلان ده متنكر. متنكر يعني ايه؟ غير ملامحه وزية عشان يقول للناس انه مش فلان مش كده؟ او نكره لا عشان لما تشوف تقول الله ده مش. لكن العرش هو هو، الشكل العام هو هو. قال نكروا لها عرشها ننظر عشان نشوف. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. تهتدي إلى إيه؟ أولا هو عايز يختبرها إيمانيا وعقليا. إن كان إيمانيا تبقى تهتدي إلى الإسلام، وإن كان عقل تهتدي للجواب اللي إحنا بنقولها. هو لو أن نقول لها أهذا عرشك كان يبقى زي إيحاء بالجواب، إنما لخبطة في السؤال. قال لها أهكذا عرشك؟ يعني بده يقول لها ده مش عرشك، ده عرشك زينا كده. إنما لما يقول لها إيه؟ أهذا عرشك؟ زي ما تقول الولد أهذا قلمك؟ لكن لما تقول له أهكذا قلمك؟ يبقى أكنه يبقى بيدو يعمل فيه إيه؟ ماذا قالت فيها؟ بصت للعرش لقته، بصت للتنكير لقته مش هو، عايزه جواب يحتمل ده ويحتمل ده. شوف بقى الجواب الدبلوماسي بقى. قالت كأنه هو، سلام، كأنه فعرف انها ايه؟ عقله ونصحه قوي. طب وتهتدي التانيه دي عقليه، والتانيه قالت علشان تعرف ان هي سايبه العرش هناك وجايه لنا في الطريق، ازاي رحنا احنا من هنا جبنا العرش وازاي هدناه هناك وازاي جبناه هنا، تبقى المسائل بقى يعني ده فوق مستوى البشر. يبقى خالق البشر هو اللي عملها، يعني احنا محقين في اننا انبياء وندعو الى الحق. تبقى تهتدي للإمام. يبقى عايز حاجتين اثنين، هتهتدي الى انه عرشها، تهتدي للجواب. ما الجواب محتمل، العرش هو هو انما منكر، فعايز جواب يحتمل دي. ولذلك قال لك الدبلوماسيه. ايه الدبلوماسيه؟ يقول لك ده فلان ده دبلوماسي ما تاخدش منه يعني. لان الدبلوماسي يقول لك كلام يصلح لاي واقع بعده. كلام ايه؟ يقول لك مش قلت لك؟ وبرضه كده يقول لك مش قلت لك؟ ما هو في ناس لما تيجي تجادله يقول لك لا ده الشيء الفلاني كذا والشيء الفلاني كذا، وبعدين يجي الامر على خلاف ما قال هو يثبت، يقول لك انا مش قايل لك على الحكايه دي. لا يا راجل يا راجل انت ما قلتش الكلام ده. والجواب الدبلوماسي بقى كانه هو. مثلا يجي معاويه بن ابي سفيان يقول للاحنف بن قيس انت ليه ما بتسبش علي على المنبر زي الناس ما بيسبوه؟ قال له اعفني يا امير المؤمنين. قوله اعفني يا امير المؤمنين يعني معناها ان انا اقول كلام يطيبك. قال عزمت عليك الا فعلت. قال له اما وقد عزمت علي يا امير المؤمنين فساصعد على المنبر. قال هكذا. قال له ولكني سأقول للناس إن أمير المؤمنين معاوية أمرني أن ألعن علي بن أبي طالب فقولوا معي لعنه الله.
اهو ده الجواب بتقوله. قال له ولا تقول ولا تسكت. يا اتسكت. قال له ما دام حاول كده انا حاول. امير المؤمنين معاوية قال لي زي العن علي. قولوا معي مش انا اللي هلعنه بقى واياي انتم كمان. قولوا معي لعنه الله. يلعن من بقى؟ معاوية ولا في الخياط الاعور. كان خياط له عينه كريمة. فعمل لواحد جب وبعد طلع كم قصير فشافوه الناس قالوا انت تلبسي البتاع دي؟ قال لا ده كم كذا وكم كذا. قالوا طب انت شعر ما تهجيه يا اخي انه ما بيعرفش الصنع. قال قلت شعرا ليس يدرى امديح ام هجاء خاطلي عمرو قباء ليت عينيه سواء. ليت عينيه ايه؟ اهي دي تنفع كده وتنفع. اهو ده الجواب الايه؟ الدبلوماسي. اهي قالت ايه؟ كانه هو. قال نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي الى جواب يجمع الامرين في ان منكر وهو عرشها او تهتدي الى ان الذي صنع ذلك انما يكون مؤيد من الله باسرار الكتاب اللي انا قريته كده وانت جاهل ان تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل اهكذا عرشك؟ قال اهكذا. قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها. الكلام ده مين؟ كانه هو واوتينا العلم من قبل هذه الحاسه. يعني معناها بتقول له ان كان منها الكلام ان كان تكوين الكلام كانه هو واوتينا العلم من قبلها. يعني من قبل الحاسه دي اوتينا علم بانك نبي. لان لما ردت الهديه وبقى انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم عرفنا يعني من قبل الحكايه ما كانتش لازمه الحاسه دي يعني. واوتينا العلم ايه؟ من قبلها. او الكلام من كلام سليمان اوتينا العلم من قبلها. اوتينا العلم ايه؟ كلام سليمان قال كنا مسلمين. إيه؟ كنا مسلمين بعدها قبله. احنا قبله احنا اوتينا العلم من قبل. احنا هي عرفت دلوقتي الدين والبتاع دلوقتي احنا يعني قبلها من قبلها. طيب وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين. صدها ايه؟ مين يصدين؟ صدها اعجازه الحادث اللي حدث. يعني سليمان بما صنع من احداث صدها عن ايه؟ عن الكفر بتاع زمانها. ليه؟ لانها كانت من قوم كافرين. فالحادثه دي عملت فيها ايه؟ صدتها عن عباده غير. نعم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله. صدها سليمان عما كانت تعبد من دون الله. وتعبد من دون الله لانها كانت من قوم ايه؟ كافرين. لكن الكلام بعد كده يدل على انها ما قالتش الحكايه بتاعت اسلام واوتينا العلم من قبلها يعني بقينا مسلمين الا بعدين. قيل لها ادخل الصرح. الصرح اما ان يكون القصر المشيد واما ان يكون البهو الكبير اللي بيقعد فيه واما ان يكون زي الايوان بتاع الاكاسره مثلا. قيل لها ادخل الصرح. دخلت الصرح جايه تدخل الصرح قامت لقت سمك وبلور يعني ميه. فقالت الله هو عايز يغرقني في ال. قامت لما دخلت شلحت سبها وكشفت عن ايه؟ ساقيها. يبقى معناه انها فهمت ان ده ايه؟ ميه. ازاي؟ قام قال لك لانه بنيه من قوارير. انت عارف الكريستال ويطلع بقى مو كده ويبنيه من الكريستال ويحط تحت الكريستال سمك كده عمال يجري ومش عارف ايه وبتاع. فهي فهمته ايه؟ انه لجه. قامت شمرت عشان ما يصعدش. قال لا ادخل السم. انه صرح ممرد من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي. ايه اللي ظلمت نفسي في ايه؟ في الكفر اولا؟ يبقى اذا هي ما مش هي بقى اللي قالت وكنا مسلمين. او هي
لم تنطق بالكلمة نطق صريح إلا بعد اللي بعد. إني ظلم أو ظلمت نفسي في إني اتهمت سليمان بإنه عايز يغرقني في المية، قال ادخل الصرح عشان أكب كده وأغرق في المية. قيل لها ادخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، ظنته لجة، لجة مية. طب ولجة المية دي ايه مية؟ قال لك ما هو الكريستال بقى لما يتعمل كده ويتموج بتركيبه ولقى السمك تحته عمال بيه، قالت بقى ده لجة. وكشفت عن ساقيها، ودي عملية قسرية لكل انسان قد يعرض نفسه في السيل لبلل او اي شيء. انت لما تمشي تلاقي حتة كده فيها بيض، مسألة آلية يعني. هم بقى عندك من الإسرائيليات بقى وكشفت عن ساقيها، لأنه بقى وعمل لها العملية دي علشان هي تعمل كده تكشف عن ساقيها، لأنه بلغه أنها مشعرة الساقين. بقى النبوة والبتاع كلام. قيل لها ادخل الصر، فلما رأته حسبته لجة. احنا عارفين ان مادة حسب وحسب وحسب الماضي غير المضارع. اما نقول حسب، احسب الناس وان يتركوا، يوم نجيب المضارع يحسب، يحسبون كل صيحة عليهم العدو. انما لما يكون من العد تبقى مختلفة، ديك تبقى ديكها في الماضي السين مكسورة، لكن ديك الماضي السين مفتوحة. حسب يعني بمعنى عد، والمضارع يبقى بالعكس، حسب ايه يحسب. وكشفت عن ساقيها، قال انه صرح ممرض من قوارير. قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. احنا كنا قلنا زمان عند قصة فرعون والسحرة، لما القوا حبالهم وعصيهم، وبعدين موسى ألقى العصا فلقفت كل الحشياء دي، والسحرة بتوع فرعون بصوا، لأن الساحر ينظر إلى الشيء المسحور فيراه حقيقة، إنما المسحور هو اللي يراه إيه؟ تعبان. ولذلك القرآن يقول سحروا أعين الناس، مش الحقائق، يخيل إليهم من سحرهم أنها تسحر. فهم لما شافوا من كده قالوا الله ده حاجة صحيح، عملوا ايه؟ وامنوا بمين؟ رب موسى. طب ده موسى هو اللي خد الجاي، يعني هو اللي عمل العملية. قال لا، ده المسألة دي خارجة عن نطاق البشر، لانه لو ساحر كان يبقى نشوفها عصيان وحبال. لا مش امنا برب ايه؟ موسى وهارون. قال آمنتم له إلى آخر ما قالوا، قالوا لا ضير إلى آخره. قالت رب إني ظلمت نفسي. أهي الحكاية متكررة هنا. سليمان دانت له بالقيس واقتنعت، لكن برضو كبرياء الملك فيها، قالت له ما تفتكرش أني أسلمت لك أنت، داني أسلمت وياك لله. الله الله ما شاء الله يا مولانا، أسلمت وياك لله. ما شاء الله. يعني هو حد يتعالى عن حد، احنا الاثنين عبيد. اسلمت مع ايه؟ اسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الحمد لله.